الذين كفروا بربهم يعدلون. الحمد لله الذي جعل جنات الفردوس نزلا للمتنافسين بما كانوا يعملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنفع صاحبها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض الموروث والمقام المحمود، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، ها قد رحل عنا شهر الصيام والقيام والقرآن، شهر التقوى والرحمة والغفران، شهر البر والجود والإحسان. فما أروع هذا الصباح، وما أرق هذه النسمات، وما أجمل هذه البسمات. ولما لا نبتسم ونفرح، ولما لا نبتسم ونفرح. واليوم يوم عيد من رب العالمين، يوم فضله الله عز وجل وشرفه وجعله عيدا سعيدا لأهل طاعته، يفرح به المؤمنون ويتوجهون إلى الله تعالى بالشكر بسبب توفيقهم للطاعات، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. عباد الله، إن أعظم حدث كوني وقع في رمضان هو اليوم الذي أذن الله فيه سبحانه وتعالى بملامسة نور السماء الأرض، بملامسة نور السماء الأرض. وإن نزول القرآن هدى للناس جاء في مرحلة حاسمة في تاريخ البشرية لينقذها من الظلمات إلى النور. قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وليشفيها كذلك من الأمراض والأسقام والعلل التي أصابتها فانحرفت في سلوكها في حياتها عن الصراط المستقيم. وإن الإنسانية اليوم في أمس الحاجة إلى شفاء القرآن، في أمس الحاجة إلى شفاء القرآن في كل مجالات الحياة، نظرا لظهور بعض العلل والأمراض في التصورات والأخلاق وفي المعاملات والاقتصاد وفي العلاقات الأسرية والاجتماعية والبيئية أو في مجال التعاون والتعايش بين الناس وبين عباد الله. وعندما يقع الانحراف أيها المؤمنون، عندما يقع الانحراف والاعوجاج في هذه المجالات الكبرى للحياة، فإن خطرها لا يقل خطورة عن وباء العالم المعاصر الذي كان سببا في أننا حرمنا من الصلاة، من صلاة العيد سنتين متتاليتين. فحمد لله، فحمد لله سبحانه وتعالى على أن وفقنا للاجتماع مرة أخرى بصلاة العيد. ومع خطورة هذا الوباء، فإن خطره مرتبط بالحياة الدنيوية ولا ينتقل مع صاحبه إلى الدار الآخرة، بل المؤمن يؤجر إذا ما أصيب وصبر واحتسب. ومع ذلك فيجب على المسلمين، التعاون فيما بينهم ومع غيرهم من أجل القضاء على هذا الداء وإنتاج الدواء. لكن أيها المؤمنون، هناك أمراض وعلل أخرى إذا لم يسعى الإنسان إلى تلمس شفائها في الدنيا فإنها ستنتقل مع صاحبها إلى الدار الآخرة، وستكون سببا في خسرانه ووبالا عليه يوم القيامة. وإن من أخطر تلك الأمراض التي شخصها القرآن الكريم وكشف أصحابها والتي لها علاقة بمصير الإنسان وبسلوك الإنسان المتعلقة بالقلوب، كمرض النفاق ومرض الزيف ومرض الشهوة، أو تلك الأمراض المتعلقة
بتعطيل وظيفة الحواس بإرادة الإنسان، بتعطيل وظيفة الحواس في تلقي هدى الله وفي تلقي القرآن. ومن أعراض ذلك وعلاماته أيها المؤمنون، من أعراض ذلك وعلاماته الإعراض عن ذكر الله، وفي هذا يقول سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فهذه من أخطر الأمراض، لأن لها علاقة بالسلوك البشري في الأرض وما يصاحب ذلك من الفساد على جميع المستويات التي تنذر بهلاك الأفراد والجماعات والأمم في الدنيا والآخرة. قال الله سبحانه وتعالى في وصف أصحاب القلوب المريضة: الذين يرفضون آيات الذكر الحكيم وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا. فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. قد أنزل الله تعالى هذا القرآن كاشفا لتلك الأمراض الغير مرئية، مقيما الحج على أصحابها من أجل تلمس علاجها إذا هم أدركوا خطرها. ولا سبيل لهم إلى الشفاء إلا باتباع وصفة القرآن. فكان القرآن بهذا أيها المؤمنون شفاء لمن أراد الاهتداء بعلاج القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن أبلغ موعظة لمن كان له قلب يريد المعافاة وألقى السمع وهو شهيد، وهو أنجع الأدوية لما في الصدور والقلوب من الآفات والأمراض والأدناس. ففيه شفاء من أمراض الشبهات والشهوات، وفيه علاج أمراض سير الأفراد والأمم والمجتمعات في شتى مجالات الحياة، وهو هدى ورحمة للمؤمنين يبين لهم الصراط المستقيم ويدلهم على النهج القويم. وبهذا حق لهم أن يفرحوا بما يشفيهم من الأسقام والعلل. قال الله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن كثير: بهذا الذي جاءهم من الله من الهدى ودين الله فليفرحوا، فإنه أولى مما يفرحون به من خطاب الدنيا وما فيها من الزهرة الفانية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. معشر الصالحين، إننا في أمس الحاجة إلى أن نفقه معنى الشفاء، أو مفهومه الشمولي الوارد في القرآن الكريم. وقد ورد لفظ الشفاء في 6 مواضع، لكن 3 منها التي لها علاقة بالشفاء بما في الصدور والعبادة والسلوك والأخلاق والمعاملات والعلاقات الاجتماعية والأسرية وكل مجالات الحياة، وهي الآية السابقة قول الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم، إلى آخر الآية. وكذلك قوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وكذلك قوله تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر فهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. فهذه الآيات أيها المؤمنون تحدثت عن القرآن بالشفاء، بشرط الإيمان به والعمل بأحكامه في كل مجالات الحياة، وهذا هو مقتضى الإيمان كما يستنبط من هذه الآيات، على أن حديث القرآن الكريم على أنه شفاء ليس نفيا لما سواه من الأسباب، بل إن المقصود الأعظم هو شفاء الهداية، هو شفاء طريق الله المستقيم كما هو واضح في الآيات. وتعبير القرآن بلفظ الشفاء في هذه الآيات أبلغ
أبلغ وأفضل من كلمة دواء، على اعتبار أن الإنسان قد يتعاطى الدواء ولا يشفى لسبب عدم استجابته للعلاج، لكن التعبير بالشفاء يفيد أنه محقق في القرآن بشرط الإيمان والاتباع والعمل بأحكامه. عباد الله، إن مما يستفاد من هذه الآيات ومن مقاصد القرآن الكريم الكلية أن هناك أنواع عديدة لشفاء القرآن، فهو شفاء لما في الصدور من التساؤلات الوجودية أو الشكوك التي تعتري الإنسان وتحير عقله مما هو غيب، وخاصة في مرحلة الشباب، وهو شفاء كذلك في الصدور أيضا من الشهوات الحسية، لأن الله سبحانه وتعالى سمى الشهوات مرضا، فقال سبحانه: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا. فالاستماع إلى القرآن الكريم ومعايشته والعمل به هي خير حاجز للإنسان عن مقاربة الشهوات والذنوب والكلائم. والقرآن أيضا شفاء لما في الصدور من الأحقاد والكراهية والبغضاء التي كثيرا ما تفسد حياة الناس وتفسد القلوب والعلاقات الاجتماعية والأسرية وتؤدي إلى قطع الأرحام. يقول الله تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تنافسوا ولا تباغضوا ولا تبادروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض. وكل عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، وأشار ويشير إلى صدره عليه الصلاة والسلام 3 مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والقرآن الكريم كذلك هو شفاء من الضغوط النفسية في الحياة والتي قد ينتج عنها الخوف والقلق والاضطراب. فعند الخوف والفزع يتذكر المؤمن قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضله لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو الفضل العظيم. وعند الغم والهزل يهرع المؤمن إلى قول الله تعالى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فعند المكر والخداع يفزع المؤمن إلى قول الله تعالى: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. والقرآن الكريم سببه للشفاء من المشكلات الإنسانية، سواء ما كانت مشكلات اجتماعية أو أسرية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها. فالقرآن الكريم يرشد إلى المعالم الكبرى لأسبابها وسبل علاجها. اللهم يا حنان يا منان، اللهم يا حنان يا منان، اهدنا بهداية القرآن واشفنا بشفاء القرآن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.